أزمة اقتصادية جديدة قد تنهي حكم أردوغان لتركيا، فقد قالت صحيفة تاكس تشيلتينغ الألمانية إن تركيا دخلت ثاني ركود اقتصادي في أقل من عامين وباتت مهددة بالإفلاس، وتقترب من لقب أول اقتصاد ناشئ ينهار بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وأكدت الصحيفة أن المستقبل الاقتصادي القاتم في البلاد سيضع نهاية على الأرجح لحكم العدالة والتنمية ورجب أردوغان لتركيا الذي امتد 18 عاما. وفي السابق اعتادت تركيا تسديد ديونها من مداخيلها المختلفة مثل الصادرات التي تبلغ إيراداتها سنويا 180 مليار دولار والسياحة 36 مليار دولار. وقالت الصحيفة أن المشاريع غير المجدية أو غير الضرورية التي دشنها أردوغان في السنوات الأخيرة مثل مطار اسطنبول الجديد الذي بات خاويا الآن والجسور التي لا يستخدمها أحد ومحطة الرحلات البحرية التي نالت ذات مصير المطار تسببت في الأزمة المالية الحالية لأنها أدت لتآكل ميزانية البلاد لسنوات ودفعها للاقتراض. وأضافت الصحيفة أن تركيا إن لم تتحصل على دعم مادي خارجي غير متوقع أو تقوم بطرح سندات حكومية جديدة بأسعار فائدة مرتفعة للغاية لن تتمكن من الوفاء بديونها العام الجاري وبالتالي تصبح على شفا الإفلاس. وأكدت الصحيفة الألمانية أن المستقبل الاقتصادي القاتم للبلاد سيضع نهاية على الأرجح لحكم حزب العدالة وأردوغان.